مصر بلا شك أنها طوقتني وطوقت غيري بفضلها وبتعليمها. وأنا ذكرت مرارا يعني أننا عندما نمدح مصر أو نثني على أهلها نحن لا نستحدث فضلا بل نرد فضلا، مثل ما قال الله تعالى عن الوالدين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنحن يعني نرد لأهلنا في مصر شيئا من الإحسان الذي قدموه إلينا. يعني أنا أجزم أنه لا يكاد يوجد اليوم أحد له علاقة بالقرآن إلا ولأحد المصريين عليه يد، إما حفظه القرآن وإما علمه تجويد القرآن وإما أخذ عليه سندا في القراءات أو ربما صلى به إماما. أكاد أجزم أنه لا يوجد أحد في العالم إلا وإذا كان له سند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون الذي علمه مصري أو يمر في السند رجل مصري. فنحن أنا وغيري حقيقة إذا تكلمنا عن هذا البلد الطيب نعلم أننا بمدحنا لا نزيدهم عزا بل هم أعزة، وقد شرفهم الله تعالى على غيرهم، لكن نرد شيئا من الفضل إليهم. الحقيقة فضلتك الخطبة العظيمة اللي حضرتك ألقيتها الله يحفظك كان لها دويا وكان لها صدى طيب جدا في قلوب جميع المصريين دون استثناء. خليني أسأل حضرتك في البداية عن توقيت المقصود بإلقاء هذه الخطبة في ذلك الوقت تحديدا. أكيد كان في فضلتك لك يعني رؤية في اختيار التوقيت لإلقاء هذه الخطبة. والله يعني مصر أنا لاحظت أن كثيرا من يعني المكائد بدأت تكاد حولها. يعني مصر قرروا أن يعني أن يعملوا هذه الثورة، ثورة 25 يناير، وطالبوا بإصلاحات معينة. هذه الإصلاحات تمت بشكل مرتب وجيد ورئيس منتخب والأمور مرتبة، لكني لاحظت أن أقواما بدأوا يدسون أنوفهم في واقع مصر لأجل أن يفسدوا ذات بينهم، مع أن مصر فيها من الكفاءات والعقول والحكماء ما يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم بينهم وبين أنفسهم وأن يعني يقودوا بلادهم إلى الخير. فلاحظت أن هناك عدد من المكائد بدأت تكاد لهذا البلد، عدد من الدسائس بدأت تحرك، بدأ يستعمل فيها أحيانا بعض أبناء البلد، مثل ما يقال إذا أردت أن تقطع الشجرة فاستعمل غصن من أغصانها لتضع عليه الفأس، فبدأوا يستعملون بعض أهل البلد إلى غير ذلك. وجدت حقيقة أنهم يعني أن الإخوة يحتاجون لا أقول إلى نصرة، فهم يعني غنيون عن نصرتي، لكن إلى ذكر شيء من فضائلهم وإبرازها. ووجدت أيضا أنه ربما لو ساق هذه الفضائل رجل من مشايخ مصر ربما لا يقبل الناس منه ذلك وسيقولون مصري ويمدح بلده، لكن لما يذكر هذه الفضائل رجل من خارج مصر وهي تكون أيضا كلها مبنية على نصوص شرعية، يعني هذا الكلام لم أبنه على مزاج شخصي أو على رأي شخصي لي، وكذلك لم أذكر هذه الفضائل من كلام علماء، إنما هو من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القصص القديمة التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأقباط. يعني المقوقس زعيم القبط كان من أحسن الناس خلقا مع الصحابة، من أكرم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الذين يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كسرى، هرقل وغيرهم، يرسل إليهم برسائل فيردون إما برسالة، وبعضهم يغضب ويمزق الرسالة، وربما أيضا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل هرقل. أما المقوقس فأخذ الكتاب ووضعه في إناء من عاج من تعظيمه له، وأكرم حاطب بن أبي تلبلتعة الذي جاء بالرسالة، وجعل المقوقس هو الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب قبل أن يسمع منه الوصف، ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه ماريا القبطية ومعها فتاة أخرى ومعهما عبد يخدمهما، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دابة، وقيل أهدى إليه عسلا من بنها أيضا. يا أخي هذا التعامل والإكرام من المقوقس لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رجل غير مسلم بل هو من القبط، لا تستغرب أن يكون هذا يعني هو جد من أجداد المصريين. وأنا كنت أقول اليوم للإخوة لما ذكرت قصة موسى قلت هذا جد من أجدادكم، أكيد من ذرية موسى من بقي يوسف عليه السلام وإخوانه الأسباط ومن جاء أيضا من ولد لهم بعد مجيئهم إلى مصر، أيضا أكيد أنه لا تزال ذرياتهم باقية في مصر. 350 صحابيا زاروا مصر أو سكنوا فيها أو حكموها، هؤلاء أكيد لهم ذريات. فأنا عندما أتعامل مع المصريين أنا أتعامل مع أحفاد أنبياء، أتعامل مع أحفاد الصحابة، أتعامل مع أحفاد المقوقس، هذا الرجل الخلوق الذي تعامل بأحسن التعاون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان رجلا قبطيا. ثم أيضا مسألة أخرى حقيقة جرتني للكلام عن هذا، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإسلام سينتشر
كما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الإسلام سينتشر، سيصل إلى جزيرة العرب كلها، سيصل إلى أفريقيا، إلى الشام، إلى العراق، إلى غيرها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الصحابة سيفتحون الشام، سيفتحون العراق، سيفتحون اليمن، وسيفتحون مصر، لكنه اختار مصر ليوصي الصحابة بأهلها. أخبرنا أن سنفتح فارس، صحيح نحن مأمرون بالإحسان إلى الناس عموما، لكن لم يقل أحسنوا إلى كذا وكذا إذا فتحتم هذا البلد. أما مصر ففيها أحاديث عديدة، قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر. طيب ما أنت قلت أننا سنفتح العراق وسنفتح اليمن، نعم لكن مصر تختلف، قال إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها. طيب ليش ما قلت الكلام يا رسول الله عن الشام؟ لماذا ما قلته عن العراق؟ لماذا ما قلته عن اليمن؟ دليل يا أخي أن مصر يعني كأن الله تعالى يختار لها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا بالقبط، الأحاديث التي جاءت بالإحسان إلى المسيحيين أحاديث كثيرة، في حسن الخلق معهم، التلطف إلى آخره، بل الإحسان حتى إلى اليهود، إلى غير المسلمين، نحن مأمورون بحسن التعامل مع الجميع. لكن أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم المسيحيين الساكنين في مصر من دون نصارى العالم كلهم ويتكلم عنهم ويقول فأحسنوا إلى القبط فإن لهم ذمة ورحمة، وكأن صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن هاجر جدته عليه الصلاة والسلام من هنا، وأن إسماعيل أخواله أيضا من هنا. فأنت تتعامل حقيقة مع بلد يعني لا يجوز طبعا الكيد له، بل يجب شرعا. يعني أنا أتعجب كيف يسمع أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأهلها خيرا ثم يذهب يكيد لمصر. يا أخي سبحان الله، إذا لم يأتي منك خير على الأقل أمسك عن الشر. يعني بعض الناس ربما لا يستطيع أن يعمل الخير، فأمسك عن الشر، هذا صدقة منك على نفسك. لكن أن يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهلها خيرا ثم هو يدعو الخير جانبا ويستوصي بأهلها شرا، هذا بلا شك يا أخي أنه طامة من الطوام. ثم سبحان الله يا أخي، مع المكر الكبار الذي كيد لمصر كيد اقتصاديا، وسلطت عليها سهام إعلامية منقطعة النظير بشكل كبير جدا، كما قال الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني كأنهم تواصوا كلهم على هدف معين لإسقاط هذا البلد ولإحداث البلبلة فيه. والله جل وعلا لا تزال عنايته تحيط بهذا البلد، وهذا واضح من خلال التصويت على الدستور، من خلال تعامل يعني الرئيس مع الشعب، من خلال انضباط الشعب في العموم. بقيت البلد ربما سنتين من بعد الثورة الوضع فيها ما بين انتخابات وغير ذلك، ومع ذلك الشعب سبحان الله كأن عليه السكينة. يعني أنا زرت مصر في أثناء الثورة وزرتها بعدها، وتجد أنك تمشي في الأماكن كلها وتسير في الأسواق وتخرج بسيارتك وأخرج أيضا بلبسي هذا، ومع ذلك لا أجد إلا الأمن والإيمان.